وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تزاحمه عند باب الجنة، فقال لجبريل: من هذه يا جبريل؟ قال: إنها امرأة وقفت على رعاية ابنائها الأيتام. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فكفالة اليتيم تجعلك بقرب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كما أيضا تحل البركة على كافل اليتيم وعلى ماله. هنتكلم أكتر عن كفالة اليتيم مع الدكتور عثمان عبد الوارث عثمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهاردة. كل سنة وحضرتك طيب. مبدئيا خلاص العيد قرب، وإحنا في أواخر شهر رمضان، ربنا يعود علينا وعلى المسلمين جميعا الأيام بكل خير وسعادة وأمن وسلام. كفالة اليتيم، في حديث جميل قوي عن الرسول أو رواية إن هو وجد امرأة تزاحمه عند باب الجنة، فقال لجبريل: من هذه يا جبريل؟ فقال: إنها امرأة وقفت على رعاية ابنائها. لما أحب أتكلم أكتر عن كفالة اليتيم، ولكن مبدئيا إحنا عايزين نعرف من هو اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الإسلام وضع للأيتام نظاما اجتماعيا حكيما ومحكما على كل من يريد وجه الله تبارك وتعالى، وعلى كل من يطلب الجنة أن يعمل بهذا النظام المحكم الحكيم في معاملة الأيتام. أولا، لابد وأن نعرف من هو اليتيم. بعض الناس يقولون أن اليتيم من فقد أباه، أو أن اليتيم من فقد أمه، أو أن اليتيم من فقد الاثنين معا. والحقيقة أن اليتم يتحقق بالفقد لا بالموت، لأن هناك العديد من الأسئلة عندما تجد الملاجئ مفتوحة، ثم يجد بنت أو ولد ملقى في القمامة مثلا، أو ملقى في أكوام الأوساخ، أو ملقى في الشوارع أو أمام الكنائس أو أمام المساجد أو في الشوارع والطرقات والميادين، أو أن أبيه أو أمه لا تقوم على رعايته. نعم، يثور السؤال: هل هذا يتيم؟ إن أباه حي وإن أمه حية، حتى أنهما لا يعرفان، فهل هذا ينطبق عليه لفظ اليتم؟ ثم تصول الفقهاء ويقولون في هذا ما بين قائل أن هذا يتيم وبين قائل أن هذا لم يصبه اليتم لأن أهله من الأحياء أو أن والديه من الأحياء. الحقيقة أن الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم أجمعوا على أن اليتيم من فقد، ولم يقولوا من مات، وعبروا بلفظ الفقد، لأن الطفل إن لم يجد من يرعاه لسفر، أو لم يجد من يرعاه لفقد، أو لعدم معرفة الأب أو معرفة الأم، أو لأي ظرف من الظروف، ينطبق عليه لفظ اليتيم. فإذا فقد رعاية الأب فهو يتيم، وإذا فقد رعاية الأم فهو يتيم، وإذا فقد الاثنين معا فهو يتيم من الطرفين. في كل الأحوال اليتيم هو من فقد الوالد أو من فقد الوالدة، أو فقدهما مع، حتى وإن لم يموتا، حتى وإن كانوا من الأحياء الذين يرزقون على هذه الأرض، وهذا بإجماع الفقهاء، لأن الكثير من الناس يحجم عن التبرع لملاجئ الأيتام بحجة أن الوالد لا زال حيا وأن الأم لا زالت حية. نعم أحياء، ولكنهم أشد من الأموات. فما أسوأ اليتم وما أقبح اليتم الذي يكون بهذه الطريقة، إذ أن الوالد حيا ولا الوالد حيا، أو الأم حية ولا يعرفه الابن، يكون اليتم متحققا غاية التحقق في هذه الحالة. هذه واحدة. ثانيا، شرف الله تبارك وتعالى الأيتام لئلا يغضب أحدا من أنه يتيما فقد الوالد أو فقد الوالدة، أو كان يتيم الأبوين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من الأيتام. ربي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في حجر أبو طالب،
وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وكد يتيما كان النبي يقربه إليه. ألم تجد أن حب النبي صلى الله عليه وسلم زيد، هذا الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم ورباه النبي عليه الصلاة والسلام والنبي وليه، وكان أبا زيد يعني حي يرزق، وكان من قبيلة يعني كبيرة وقبيلة ثرية، ومع ذلك فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسبه إلى نفسه، وفكر الناس أن تقول زيد بن محمد، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فعلم من ذلك هو أن نسبة اليتيم إلى فلان أو فلان ليست هي المهمة، وإنما كفالة هذا اليتيم ورعاية هذا اليتيم والقيام على شؤون هذا اليتيم هو المقصود في شرع الله تبارك وتعالى. ففكر الناس أن ينسب هذا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفكر النبي في ذلك إلى أن نهاه الله تبارك وتعالى عن هذا التبني، فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم محفوفا بالراحة، منعما مكرما، وكأنه في بيت أبيه، ولم يجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة أو خشونة أو غلظة، أو حتى يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه فاقدا لأهله أو فاقدا لوالده أو لوالدته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق له في أعلى نموذج لكفالة الأيتام وتربية الأيتام، يحقق له الحماية والرعاية، حتى أن الناس ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينسبه إلى نفسه من شدة الحب ومن شدة الرعاية والكفالة. نعم، شروط كفالة اليتيم. أولا شروط كفالة اليتيم لا شروط لها، لا شروط لها سوى أن المسلم يكون مسلما حقا يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني مش لازم يكون مقتدر ماديا حتى؟ لا مش لازم، لأنك أنت اليتيم ده هو بتجودي عليه مما أعطاك الله تبارك وتعالى. الناس تظن أن كفالة الأيتام هي كفالة مادية وحدها، الكفالة أيضا قد تكون كفالة معنوية بالقلب وبالاهتمام وبالسؤال عنه وبمعرفة أحواله، وهذه لها ثواب كبير جدا يعادل بالضبط ثواب إعطاء الصدقة وإعطاء المال والإطعام. كفالة الأيتام هي كفالة معناها ليس المال وحده. هناك أنواع لكفالة اليتيم صح كده؟ نعم. يعني ممكن اليتيم يكون عند والدته وباباه يكون متوفي، ولكن أنا ممكن أكفله شهريا. كفالة اليتيم أيضا اللي هي بتكون إن أنا أجيب طفل أربيه ببيتي، فعايزة أعرف هل لو في طفل فقد أبويه الاثنين، نعم، في هذه الحالة أكفله إزاي؟ أجيبه يعني يبقى ليه أسرة بديلة ولا أعمل إيه؟ إن كان له أسرة بديلة بحيث يربى بينهم مع مراعاة الحدود الإسلامية، لأن هذا الطفل سيكون في النهاية غريبا، فلا يصح أن يرى ابنة هذا الرجل الذي يربيه أو يحسن إليه، لابد من مراعاة شؤون الإسلام أو أحكام الإسلام وحدود الله تبارك وتعالى، لئلا يحدث بعد ذلك انقلابا في عمل الخير. نعم. تمسك كافل اليتيم بشرع الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلة هو من الأمور التي تكفل له شيئين. الأول أن عمله يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى، الثاني هو أنه لن يكون له مردود سوى المردود الحسن في الدنيا عندما يعامل الطفل بما يرضي الله وبما شرع الله تبارك وتعالى. قد تكون هناك كفالة أسرية لهذا الطفل بأن يعيش بين الأسرة مع مراعاة أيهما أحكام أفضل. الإسلام. نعم. والله إن وجد إن وفرت له الدولة أو أهل الإحسان أو أهل الخير دار للرعاية وهو يذهب إليه ويرعاه ويعطيه المال ويعطيه الطعام ويعطيه الشراب ويعطيه الملبس ويمن عليه بما أعطاه الله تبارك وتعالى، كان هذا أفضل. ولكن دايما احنا بنجد يعني أطفال الملاجئ لما بيخرجوا للحياة بعد كده بيحصل تنمر في المجتمع، أن دايما يعني بيتقال لهم أن أنتم أرباب ملاجئ وأشياء من هذا القبيل. ولكن إلى وعي المجتمع. هذا يعود إلى وعي المجتمع عندما يسمى دار الرعاية ملجأ. هي لا تسمى ملجأ، لأن كلمة ملجأ كانت تكون أيام الحروب وأيام أطفال الشوارع وأيام كذا، ويستحسن على المسلم أن يطلق على هذه الدور دور رعاية وليست ملاجئ.
دور الرعاية معناها هو أن يكون المسلمون جميعا هم أب وأم لهذا الطفل اليتيم، وابني أو ابنك أو أبناء الناس جميعا معرضون على أن يكونوا أيتاما. فهل يحب الشخص إذا يتم ابنه وفقد الرعاية وفقد الظهر وفقد السند أن يسمى أنه ذهب إلى ملجأ مثلا، أو أن يعامله المجتمع معاملة غريبة وشاذة فيها تفقد الإنسانية؟ على المسلم أن ينظر إلى نفسه وما يستحب لها أو ما يحب لها، ثم يحكم بعد ذلك على غيره ويأمر غيره بهذا أو ينفذ ذلك في المجتمع. أنا أود أن أقول أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن ولدا من قومي أهله ذهبوا إلى الغزو فقتل أباه، وما إن سمعت أمه بهذا حتى لحقت به. يعني الرجل فقد الأب وفقد الأم. فقال: من أي الأقوام أنت؟ فقالت: من قبيلة عرينة. وكانت قبيلة من الأعراب تعرف بقسوتها وبغلظتها، لأنهم يعيشون في الصحراوات ويعيشون في الجبال وفي الفيافي. هذه المرأة تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر له أن هذا الولد هو يتم نتيجة الحرب ونتيجة الغزو ونتيجة القتال وما إلى ذلك، وأن الأم عندما سمعت بخبر وفاة الزوج لم تتحمل هذا فماتت. ووقفت المرأة بهذه القضية أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ترين أن بني عرينة أو قبيلة عرينة يمطرها الله، ينزل عليها المطر يعني في الصحراء وفي البيادي؟ فقالت: لقد منعوا الكلأ والمطر من مدة. فقال: اذهبي فأحسني إلى هذا اليتيم. ودلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما تفعله مع اليتيم. تقول المرأة: فأنفقت على اليتيم ما كان على اليتيم ما كان عندي، وأطعمته وألبسته وكسوته، فما كان إلا أن أنزل الله تبارك وتعالى المطر على قبيلة عرينة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى العشب والكلأ. فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنها بركة اليتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتلى من بره يخطب الناس: أما إن أحدكم يقول: أعطيت لفلان اليتيم وأعطيت لفلان اليتيم، أما أن ما تقدموه يكتب عند الله تبارك وتعالى، يكون لكم رزقا في دنياكم وجنة في أخراكم. الله. إذا أعطى الله تبارك وتعالى اليتيم، أو أعطى الله سبحانه وتعالى الحنان في قلبك والحب في قلبك للعطف على اليتيم، فإن الله عز وجل يحبك ويمن عليك بما يرضاه لك من الخير ومن النعماء ومن السراء في الدنيا وفي الآخرة. يقول عمر رضي الله عنه: ما وجدت امرأة يسترها الله سبحانه وتعالى في الدنيا أكثر من امرأة قامت على أيتام لها. يعني فقدت الزوج فقامت هي فرفضت أن تتزوج من فلان، هي لو تزوجت كان هذا من الحلال لا شيء فيه. إلا أن عمر رضي الله عنه يقول أن هذه المرأة إذا عقفت على أيتامها فلم تعرضهم لبعل ينهرهم أو يقهرهم، يعني لزوجة أتت لهم بزوج، هذا الزوج مش هيعاملهم زي عياله، مش هيتعامل معهم معاملة حسنة أو طيبة. فهي مش عارفة هل اللي هتتجوزه ده هيجي يحسن إلى هؤلاء الأيتام، ولا هينقلب عليهم ويقول دول مش أولادي وانت فاكرة أبوهم وفاكرة مش عارف إيه إلى آخره. يقول أن الله عمر رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحقق الستر، ليحقق الستر لامرأة في الدنيا أكثر مما يحققه لامرأة عكفت على أيتام لها حتى لا يأتيهم بعل، يعني رجل يعني من الرجال، فينهرهم ويقهرهم. هذه المرأة لا شك أنها هي التي كانت تزاحم على أبواب الجنة، بل هذه المرأة والرجل أيضا الذي يكفل الأيتام ويقوم على رعايتهم وعلى كفالتهم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، فرق بينهما ثم جمع بينهما. هل هناك خير وهل هناك أفضل
من أن تكوني أو أن يكون المسلم رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد الذي لا نصب فيها ولا تعب ولا شيء ولا مجهود. المجهود الذي كان يفعله المسلم مع اليتيم في الدنيا هذا المجهود سوف يرد إليه نعيما مقيما في جنات تجري من تحتها الأنهار. تمام، أنا عايزة أعرف طيب كفالة اليتيم هل فقط كل المسلمين ولا لكن يعني ممكن تكون لغير المسلمين؟ كفالة اليتيم هي لكل إنسان يحيا على هذه الأرض لأنها غريزة، فقد جرت الفطرة الإنسانية على أن الإنسان يعني يحنو على أخيه الإنسان، بل ويقدر له حرمة، ولا فرق في هذا الشعور بين مسلم ويهودي ومسيحي ولا حتى ملحد، الكل زرع الله سبحانه وتعالى فيه الشعور بالحب والحنان، غير أن المسلم خص بأن هذا الأمر بدلا ما هو أمر من الأمور الفطرية أو الإنسانية هي تعبدية عند المسلم، أي أن المسلم لا يفعلها أنها من باب الإنسانية وحدها أو أنه منجر ومتعاطف مع اليتيم أو مع الفقير أو مع المسكين، لأن هذا يشاركه فيه هذا الفعل الطيب الملحد ويشاركه فيها اليهودي والنصراني. أتبنى أو أتكفل بطفل غير مسلم لابد وأن تنتوي بكفالته التعبد لله رب العالمين، عشان هنا يحصل الفرق. يحصل الفرق بين المسلم الذي يتألم ويعمل ويجاهد لأنه يريد رضا الله تبارك وتعالى، وبين من لا يؤمن بالله أو بغيره عندما يصنع ذلك الفعل وهو فعل طيب وخير ولكن لا نية له. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن انتويتي أن تكفلي اليتيم وأن تنفقي على اليتيم وأن تقومي على رعايته لوجه الله تبارك وتعالى أعطاك الله عز وجل جنة ونعيما وثوابا وسترا في دنياك وجنة في أخراك. هذه واحدة. انظري إلى حديث النبي القدسي، هو الحديث عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه. سيدنا أبو ذر يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الفرق بين من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى وبين من يؤمن بالله تبارك وتعالى أن من يؤمن بالله عندما يقدم كفالة اليتيم أو يقدم الصدقة على اليتيم أو على غير القادرين أو على الفقراء أو على المساكين إنما ينتوي بأن تكون صدقة لوجه الله وحده لا شريك له، يريد بها وجه الله والجنة، أما غيره فليس عنده هذه النية، ولذلك قد يكرمه الله في ماله، يكرمه الله في ولده، وله أيضا خير في الدنيا كما قدم الخير حتى وإن لم يكن مسلما، ولكن المسلم يتميز على ذلك بأن له الجنة التي وعد بها المتقون. هذا هو الفرق بين من يصنع الخير هو ليس حقرا على المسلم وإنما للإنسانية كلها. ولكن أنا مقصدي كان للأطفال، إن أنا هل من الممكن إن أنا يعني أتكفل بأطفال غير مسلمين؟ أيتام غير مسلمين؟ إن حدث هذا هو إنسانا في النهاية يصح أن تقومي على ليه نفس الأجر إن أنا أتكفل ليها بمسلمين. أجر عند الله تبارك وتعالى، هو لا زال في عمر الطفولة لا يدرك الحلال من الحرام ولا يعرف الصحيح من العقيدة من غيرها، إن كان طفلا لا يدرك فإن القلم مرفوعا عنه لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث ومنها عن الصبي حتى يبلغ، فالصبي الصغير خالص لا يوصف بشيء هو ما زال على الفطرة، ولذلك إذا سنحت لك الفرصة أن تكفلي أو أن تقدمي لك له الخير ما دام هذا في استطاعتك فلا يصح أبدا أن تمنعيه. ولكن في مسألة الطفل اليتيم هناك أمور يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها. المال المخرج على هذا اليتيم لابد وألا يكون بشكل علني تتباهى فيه الناس بأن فلان تبرع وفلان أعطى فلان أخذ وهكذا، المسلم لابد وألا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، خاصة
عند موضوع اليتيم، لأن اليتيم غير المسكين وغير الفقير، المسكين يدرك والفقير يدرك، أما اليتيم فإنه في الغالب لا يدرك. فإذا ما أعطيته الصدقة علانية ومننت عليه بها أمام الناس تحول هذا من خير إلى شر. نعم، احنا عندنا حديث كثير عن كفالة اليتيم، مستمرين في كفالة اليتيم والحديث عنه، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. رجعنا لكم مشاهدينا مشاهدي صنائع المعروف، ومكملين معاكم في صنائع المعروف وكفالة اليتيم مع الدكتور عثمان عبد الوارث من علماء الأزهر الشريف. عبد الوارث عثمان. مع الدكتور عبد الوارث عثمان. معذرة. طيب احنا اتكلمنا عن أجر كفالة اليتيم، حضرتك قلتوا ان هو ليه بركة في الدنيا وليه أجر عظيم في الآخرة، ولكن الشروط ما تكلمناش عنها باستفاضة، فأنا عايزة الشروط أحطها في نقاط أو أقول واحد اثنين ثلاثة على ما على كل من يكفل اليتيم لازم أن تتوفر فيه هذه الشروط. نعم، والحمد لله رب العالمين، شروط إخراج الصدقة لا شروط لها إلا أن تكوني قادرة. نعم، لا شروط لها إلا أن تكوني قادرة ماديا ولا استطاعة؟ قادرة ماديا على قدر ما أعطاك الله تبارك وتعالى، فكل ينفق من سعته. نعم، يعني واحد يملك ملايين. نعم، وواحد ممكن عنده مرتبه. نعم، إنما ده لا يمنع من اللي عنده مرتبه حتى مرتبه حتى وإن كان قليلا. نعم، حتى وإن كان يحتاج أن يخرج منه شيئا لوجه الله تبارك وتعالى. نعم، خاصة للأيتام ابتغاء الأجر. نعم، الصدقة ورعاية الأيتام والفقراء وغير القادرين. مم، هي تماما كالصوم وكالصلاة. نعم، بل هي قرينة الصوم في هذا. مم، الشهر الفضيل، يعني عندما يأتي إنسان فيمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة، ثم لا يلحق ذلك ولا يقرن ذلك بصدقة يخرجها في نهار رمضان، ولا حتى بيتيم يزوره في مكان رعايته ولا يسأل عنه ولا يعني يبارك يده بوضعها على رأس يتيم والسؤال عنه هل لبس هل أكل هل شرب، هذا رفيق الصوم. هذا لا يكون الصوم مقبولا قبولا تاما ومضمون القبول إلا إذا حدث أن تقرني ذلك الصوم وهذه الصلاة وهذا الحج بالزكاة بالصدقة التطوع. صدقة التطوع من وظائفها، أو كفالة اليتيم أيضا من وظائفها، أنها تحميك من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين، وتحميك دائما من القيل والقال الذي ما أكثره في هذه الأيام. نعم، تحميك من القلق والتوتر، لو أنه ضرب من ضروب ذكر الله تبارك وتعالى والتذكير بالله عز وجل. نعم، أنت عندما تنفقي كما قلنا على اليتيم ينفق الله تبارك وتعالى عليك ويعطيك من خزائن رحمته ومن خزائن عدله، وتجعل القلوب القاسية. نعم، أكثر ليلا. نعم، أما من معها الذي يتصدق أو يكفل يتيم، هل هو من معه مال أو من لا يملك أو من كان متوسطا؟ حقيقة هذا يعود إلى وعي المسلم بمفهوم الصدقة. نعم، في الإسلام. نعم، مفهوم الصدقة في الإسلام هو مطلق الإحسان. ولذلك يبدأ من الابتسامة، لأن الرسول تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم، وينتهي بإنفاق المال. آه، وينتهي أيضا بالحماية الجسدية. نعم، من أن ينتهك هذا الطفل اليتيم أو أن يستضعف هذا الفقير وهذا المسكين. هي الصدقة لها طرق كثيرة جدا، ولكن بداية الطريق الابتسامة في وجه الأخ المسلم أو الأخت المسلمة أو في وجوه الناس، تبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتنتهي بأن تنفقي مما تحبين من كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى من الخير ومن الكرم ومن الجود. هذا هو التصدق. والتصدق وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان أجود في رمضان، أشد ما يفعله كان في رمضان، إلا أنه لم ينقطع أبدا التصدق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الهجرة
وبعد البعثة وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، خاصة عندما كان يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام. كان النبي في حديث عبد الله بن عباس كان النبي أجود الناس، وكان إذا لقيه جبريل يتدارس معه القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك إيه بقى؟ بيعلمك إن لو عاوز ابنك ينجح في الجامعة وينجح في المدرسة، عاوز لو ربنا سبحانه وتعالى يحفظ ابنك من الإدمان، من التطرف، من الإرهاب، من إنه يقعد مع فلان الوحش ومع فلان اللي مش كويس، فعليك بأن تكفلي الأيتام، لأن حفظك لأبناء الناس الذين فقدوا أهلهم أهليهم وفقدوا الرعاية وفقدوا الحماية وفقدوا العطف والحنان، إذا وفرتيه لهؤلاء فإن هذه تقوى الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تقية لحمى الله تبارك وتعالى أولادك وحمى ذريتك مما حميت به الغير، هي مسألة زي ما بتعملي بالضبط هيتعمل معاك. إذا أحسنت وأعطيت الخير وكفلت الأيتام ورعيت المساكين والفقراء وغير القادرين في كل أيامك وفي كل عمرك، فإن الله تبارك وتعالى يرد هذا عليك في أبنائك حماية ووقاية وبركة ونجاحا وتحقيقا للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فأنت في الأساس عندما تكفل اليتيم، وعلى كل مسلم وعلى كل مسلم أن يعرف هذا، أن كفالة الأيتام هي ليست منة من المسلمة أو المسلم على اليتيم، بل هي منة من الله تبارك وتعالى عليك بأن وفقك وأن يسر لك أن تنفقي على هذا اليتيم وأن تهتمي به. إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر المسلم بأن يكفل الأيتام وأن يراعي هؤلاء الذين فقدوا الوالد والوالدة، إنما أراد بالمسلم خيرا. أراد أولا أن يتزاحم على باب الجنة، ثانيا أراد لك أن تكوني يعني رفيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثالثا أراد لك أن يزداد المال وأن ينمو، وأراد لك حفظ الأبناء والبنات من كل شر ومن كل سوء. إذن ما عودش أقول إن مرتبه قليل ولا أنا يدوبك مكفية أولادي، لا، ما ناقص مال من صدقة، خاصة إذا كانت على كفالة اليتيم، صح كده؟ نعم، حكمة كل أنت قلتيها دلوقتي وهو حديث للنبي عليه السلام، ما ناقص مال من صدقة. لأن كثير من الناس بيفكر إن أنا لو معايا 10 جنيه فخرجت منها جنيه هيبقى معايا 9. أبدا، انت لو خرجت 10 جنيه وانفقت منها جنيه ولا 2 انت هيبقى معاك 12 و13 في عرف المسلم الذي يعي ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يكذب والقرآن أبدا لا يكذب. فإذا ما أخبر الله في قرآنه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنة عليه الصلاة والسلام في سنته أن الصدقة تنمي المال وتزيد المال وتجعل المال في نماء وفي زيادة، فإننا نصدق الله ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق أبدا العقل عندما يقول معي 10 أنفقت جنيه فتبقى معي 9. أبدا، بل تبقت معك 10 وما هو أزيد، لأن الله أخبر بذلك والنبي بيّن هذا عمليا وواقعيا في سنته المباركة. نعم. طيب، كفالة اليتيم تبدأ إمتى للطفل وتنتهي إمتى؟ كفالة اليتيم تبدأ للطفل من أول فقد والديه وهو لم يصبه الحلم، عندما لم يبلغ الحلم. في أي وقت لم يبلغ فيه الطفل الحلم فيفقد الوالد أو الوالدة أصبح هذا في حكم اليتيم، وأصبحت كفالته هي من أمور يعني من الأمور الكفاية. إذا قام به سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد من الأمة أثمت الأمة جميعا. وحل عليها البلاء والوباء وحاجات كتيرة زي اللي احنا شايفينه، لأنه كل الابتلاءات اللي موجودة في زماننا ما هي إلا نقص من عبادتنا والبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن الدين وعن الأخلاقيات وعن حاجات كتير. نعم، في الدين. نعم. طيب، تنتهي إمتى بقى كفالة اليتيم؟ عندما يبلغ الحلم، عندما يعني يشد من آزره، عندما يستطيع الكسب للولد والبنت والعمل. ولا للولد فقط؟ نعم، وإن كانت تستمر بعد ذلك، لأن كما قلنا أن الكفالة ليست فقط هي الإطعام والكسوة وما إلى ذلك، وإنما الكفالة قد تمتد في التربية والإرشاد
وفي التوعية وفي بناء الشخصية، لأن هذا الشخص من مصلحة المسلم أو الأمة الإسلامية أو المجتمع المسلم، وهذا في المفهوم الإسلامي طبعا، هو أن يهتم بهذا اليتيم حتى بعد بلوغ الحلم وعندما يكون شابا، وأن تكون الأمة كلها يعني مرشدة له وملهمة له في عمل الخير وفي بناء الشخصية. خاصة أنه هو فقد أهله، فلازم أنا أعوضه عن أهله، يعني وهو في الجامعة لازم أكون معاه، وهذا هو المقصود، وهو بيتزوج وهذا هو لازم المقصود يبقى بالكفالة في المفهوم الإسلامي. لأن الكفالة مش معناه إعطاء حق الحياة وما عرفوش تاني، وإنما إعطاء حق البناء في الحياة. أنت تريدي من هذا الإنسان ألا يقف على قارعة الطريق وينظر إلى ابنتك فيضايقها وهي في الشارع، لأنه ليس له أبا يرشده، فكوني أنت له الأب. أنت لا تريدي من البنت أن تسير سيرا معوجا، فيعني تتعب المجتمع بهذا، فكوني أنت لها الأم، فقوميها وقومي على رعايتها، واكفليها معنويا وعلميا بأن تكمل دراستها وأن تكون إنسانة سليمة في كل ما تقول وفي كل فكرها وفي كل سلوكها. الكفالة هي متنوعة وكبيرة في الإسلام، غير أنها كما قلنا حكم الكفالة الشرعية الذي أجمع عليه الفقهاء من المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة ومن غيرهم، أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. بل إن أبو يوسف مثلا من الأحناف قال أنها ليست من فروض الكفاية بل هي من فروض الأعيان، ومعنى أنها من فروض الأعيان يعني أصبحت واجبة على الكبير والصغير وعلى الفقير، هو أن يرعى هذا اليتيم. ولكن له في هذا لأبي يوسف كلاما لا يهتم به الإعلام ولا يهتم به الناس ولا حتى المشايخ ولا العلماء، فقد سبق هذا الرجل زمنه. عارف عندما سئل ولما تقول أنها من فروض الأعيان وقد سبقك العلماء بقولهم، ومنهم طبعا أبو حنيف أستاذه، بأنها من فروض الكفاية، عارف قال إيه؟ قال إن هذا إذا وجد قسوة وغلظة من الناس نشأ قصيا وغليظا، وده اللي بيجد لا دعم، وعمل على هدم ثلثي ما أمركم الله به. بالظبط، ده اللي احنا بنجده بقى في الملاجئ، يعني في ملاجئ أو دار أيتام للأسف الشديد بتوفر لهم كل الماديات وكل وسائل الرفاهية، بس انت ولكن شفتي التعليم والحنية لو الناس والأخلاق كل ده مش بيبقى متواجد وفي الآخر، وده موجود عندنا في مدينة أكتوبر كتير جدا، وموجود جدا دار أيتام مشهورة جدا بالقسوة، إن هي بتخرج لنا للأسف بعض العناصر المجرمة في الشارع، ومش بتنشئ لنا زي ما حضرتك قلت وتفضلت إن المفروض إن احنا بننشئ عناصر مسلمة متعلمة عارفة دينها، لا كل ده مش موجود في الدار، وفي أكثر دور الرعاية اللي موجودة في مصر كلها على فكرة. ليه بقى؟ ولكن أنت عايزك بس تشوفي كلمة أبو يوسف، علشان في بعض الناس أما تقعد في الإعلام وربنا طبعا هيحاسبهم على هذا، يروح جاي كده ويقول لك يجيب الغرائب والشاذ من أقوال الفقهاء، فأقول لك ينفع الواحد يشوف خطيبته وهي بتستحم، وواحد تاني يقول لك مش عارف ده بيقولوا انها لو جوزت وعملت مش عارف ايه والاولاد ينسبوا للزوج، وجيب الشاذ من اراء الفقهاء التي هي نتاج فكر البشر. فلما تفكر في كلام ابو يوسف في هذه المساله وهو يقول ان هذا الشاب اذا عمل بغلظه وقسوه نشا قصيا وغليظا، بالظبط تنمر في المجتمع ايضا، فيهدم ثلثي ما امركم الله به، تلتين هيكفركم، فانتوا الافضل ان تهتموا به وان تكفلوه يعني وان ترعوه. ولذلك الوعي بقى، الناس المفروض الدوله تجيب الناس اللي هم في دور الرعايه ويعطوهم دورات في هذا كيف يعامل اليتيم. هي مساله تستحق الدراسه وتستحق الجهد وتستحق التعب والمشقه والتحصيل. انا ده شغال في دور رعايه مسنين، في دور رعايه ايتام، في بيقدم للفقراء السلع وللمحتاجين يعني صدقات الناس. أليس من الأقدر أن يأخذ هؤلاء دورات حتى فيما يسمى بالتنمية البشرية، فيما يسمى بعلم النفس، في أدبيات معاملة هذا اليتيم، بحيث أن بناء الشخصية أفضل بكثير من بناء الطرق والكباري والأنفاق والعمارات والأبراج. أنت عندما تبنين شخصا إنما تبنين أمة وتبنين دولة، البناء الحقيقي إنما يكون في بناء الأشخاص. بالظبط، فالأكبر بالدولة هو أن تأتي بهؤلاء
وتعطيهم دورات في معاملة الأيتام القائمين على رعاية الأيتام. نعم. المفروض أن هم يكونوا قدوة لغيرهم علشان ناخدهم. هو على أي أساس بيتم اختيارهم؟ هذه المشكلة. لا بيتم اختيارهم على أساس أنهم لا عمل، واحد بيدور على عمل فده شغله. احنا مش عاوزين هو ده. ما عندوش طول بال بقى ان هو يتعامل مع طفل يتيم، يتعرض مثلا لحالات يشتغل وياخد راتبه عادي لا مانع، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعطي العاملين عليها. ما هو انما صدقات الفقراء والعاملين عليها هم اللي بيعملوا الصدقات. تمام. ايوه ولكن اعطي حق اليتيم. انما شوفي، تخيلي مره كده واحد دخل على النبي عليه السلام وقال له يا رسول الله هذه للمسلمين، او هذه لك وهذه لي. ده راجل بيجمع تبرعات دي ليه؟ قال إنما هي هدية. قال الرسول فليجلس أحدكم في بيت أبيه أو في بيت أمه ولينظر من يأتيه بهدية، وأخذها النبي منها وضمها إلى الصدقة. إذا ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام سايب المسألة بتاع جمع الصدقات صدح ومدح، وإنما كان النبي معلما ومرشدا لهؤلاء الذين يقومون على هذا العمل الجليل، ويعلمهم ويعرفهم ويخبرهم بأن لهم أجران، أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة. وكنا نتمنى أن نعم. دار الرعاية اللي موجودة في مصر تكون ضمن يعني وزارة إسلامية زي وزارة الأوقاف في الأزهر الشريف، ولكن للأسف كل رجل أعمال أو سيدة أعمال حابة أن هي تعمل دار رعاية فعادي بنسيبها حتى للناس اللي ما لهمش اصلا في عمل الخير، ولكن هي مؤسستهم عايزه تعمل لازم يبقى ليها نشاط كفاله اليتيم فبنعملها بدون شروط زي ما حضرتك قلت لكفاله اليتيم او المتقدمين على رعايه الايتام. وللاسف بيخرج لنا في النهايه اطفال الشوارع كلها كانت ممتلئه الان. على فكره في حاجه كمان عايزه اقولها، ان بعض البلاد العربيه ما فيش حاجه عندها اسمها دور رعايه، مفيش عندهم أسر بديلة على طول، يتيم يعني على طول أسرة بديلة بنشوفها له. طب أنا ليه بقى ما طبقش القانون ده عندي زي ما الدول العربية الإسلامية مطبقاه؟ ليه ما يبقاش عندي بدل ما يبقى عنده دور في الآخر؟ وللأسف أغلب الشوارع موجودة، ما هو كل اللي في الشوارع جايين من دور رعاية. يعني أنت حضرتك لو جبت يتيمة وضعتها عندك في البيت القانون لا يمنع. المسألة دي هي مسألة وعي، والوعي فوق القانون. الوعي بالقانون والوعي بالشريعة والوعي بما يجب عليك نحو الله ونحو الناس، هذا هو المهم. أنت ممكن تضعي عشرات القوانين والناس لا تلتزم بها، إنما وعي المسلم بأن لا أضع عشرات القوانين ولكن بدون تطبيق. أنا لما أطبق القانون الناس بتلتزم به، فين التطبيق إذا؟ أنا ليه ما أحطش قانون وأطبقه؟ وليه أنا مش عايزة على فكرة دور رعاية خالص عندي، أنا عايزة أسر بديلة. خلي عندك بني آدم واعي، إذا كان عندك بني آدم واعي وعاقل هو هيطبق هذه القوانين، إن لم يكن واعيا ولا عاقلا سيهضرها جميعا ويبقى نوع من أنواع التشدد والعبث وإنزال العقاب بالناس. وعي المسلمين بما يجب لهم وما يجب عليهم هذا هو المهم. الناس بتوع دور رعاية المسنين، دور رعاية الأيتام، لابد للدولة وأن تتدخل في هذا الموضوع فتقيم دورات لهؤلاء، مش دورات في في في, في جمع التبرعات وحدها، وإنما في التعامل النفسي والتعامل القيمي لهؤلاء الأيتام وللفقراء والمساكين. بأسف جدا أنا برضو عندما يعني أذهب للخطبة في أحد المساجد ثم أخذ الناس مصطفين، أحيانا يترشحون بالأسود وأحيانا يلبسون ثيابا مرقعة، ويتباهى العامل بأنه يعطي وينادي عليها تعالي فلان ويزقف ديا ويضرب في ديا ويعمل في ديا، وكأنه لا يصنع عملا خيريا ولا عملا يقدمه لله، كأن في حاجة هنا هو كل اللي عاوزه ان الست دي توقع انها خدت بس. اي بالظبط كده، وان الناس تعرف ان دي خدت عشان يجيبوا له تاني. هذا لابد وان ينهى عليه، لانه يرد هذا الخير الذي تعمله الى شر. طب اساليها كده تقول لك الهي تاكله مش عارف عربي، الهي يجي على ظهره، الهي روح مش عارف ايه، مع انه لسه مديها وجبه فطار. أيوة ده او مديها جلابيه بس ابتدي عليه. ليه بقى؟ لانه لم يعاملها معامله حسنه. ده المثل البلدي يقول لك لاقيني ولا تغديني. اما هو النبي عليه الصلاه والسلام من يعني من حكمته ومن يعني اعجاز النبي النبوي انه قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. ومن الاعجاز النبوي ايضا انه قال افشوا السلام بينكم، افشوا السلام تهادوا تحابوا. ده النبي عليه السلام الهديه والتحاب والتواد والمعامله برفق، حتى يقول انس ما لمست حريرا ولا ديباجا قط انعم ولا الين من كف النبي عليه الصلاه والسلام. ويقول زيد ما قال النبي لشيء فعلته لما فعلته، وكان يعني زيد في بيت النبي هي الكفاله الاسريه اللي بيتكلموا عنها، كفاله الاسره لليتيم.
والنبي ما يقولوش اعمل كذا، ولو عمل كذا ما يقولوش انت ليه عملت كذا، ولا ينهاره ولا يقهره. اما هو ليه ربنا سبحانه وتعالى قال واما اليتيم فلا تقهر، تنهر، واما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر. ايه القهر؟ ايه القهر؟ القهر هو الطوابير اللي انت شايفاها دي. القهر انك تجيبيها وتوديها تعالي يا ست انت اقف ورا، انت تنظم هنا وتعامليها بغلظه. طبعا بدل ما تدعو له وتقول الله يبارك لك، هتدعو تقول روح اله يعمل فيك ويسوي فيك. ليه؟ لانه لن يعاملها معامله حسنه كما امر النبي عليه الصلاه والسلام. انا اود للازهر وايضا لوزاره الاوقاف ان تقيم هي هذه الدورات، لان هذا هو واجب الدعاء، وان يبصروا الناس باهميه الصدقه اولا، ثم بكيفيه اخراج الصدقه، ثم بكيفيه تقديم هذه الصدقه. ولكن يا فضيله الدكتور، انا ايضا يعني بتعامل مع بعض المؤسسات الخيريه وبنجد مش غلظه من في احنا لو سيبنا المال يعني من غير تنظيم للاسف، حتى لو حبينا ننظم بيهجموا ويسرقوا الحاجه، حاجات كتير غريبه بتحصل. معرفش هل الناس اكثر جوعا ولا ما فيش عندهم التزامات اخلاقيه، فانا بصراحه مش عارفه هو الغلط على مين، الغلط على اللي بيعطي ولا على اللي اللي هو اللي بياخد، فانا الغلط على مين؟ يعني حضرتك بتقول ان هو واحد مش متنظم، بيتشدد عشان يبقى حازم احيانا يعني. بالظبط كده، الحزم لابد ان يصحبه لين. يعني لابد ان يكون هناك حزم في لين. حزم يكون معناها الكسر، واللين يكون معناها العصر، يعني لا تكن حازما او جامدا فتكسر، يعني في حصل ولا تكن لينا فتعصر. نعم. ولكن حصل معايا موقف انا حابه اذكره برضه. نعم. في بعض المدن الموبوءه اللي موجوده في اكتوبر او المناطق الموبوءه اللي هي اكثر شعبيه موجوده في اكتوبر، كنا بنوزع بعض المواد الغذائيه، وبعدين احنا حبينا ننظم وبلين زي ما حضرتك بتقول لو سمحتم بس على جنب كده لحد ما نطلع الحاجات من العربيه، فيا دوبك بنفتح شنطه العربيه احنا ما لقيناش حاجه، هجموا وما فيش حاجه، فانا المفروض اتعامل معاهم ازاي؟ هو المجتمع ككل يحتاج الى وعي. يعني هذا الوعي، لو قلت لحضرتك ان الاوقاف أو الأزهر أو العلماء أو الدعاء لابد وأن يجمعوه في كتاب ويعطى لهذه الجمعيات ويعطى لهذه المؤسسات. يعني شوف القرآن عندما يصف الفقير يقول ولا يسألون الناس الحافة. بالظبط، ما ده أنا عايز أعرفه، من هو الفقير لله برضه؟ ادري لله وخليك ماشية وبتطلعي تمن بطيخة ولا تمن حاجة ويقف لك ويعمل لك إيده كده وتقول له طب على الله، ولا هو على الله ولا على حاجة، هو مش هيسيبك أبدا لغاية لما يحرجك ويعملك وتبقي ماشية أنت. طب هل ربنا قابلها مني؟ أصل أنا اديت له مكسوف ولا ما قبلهاش؟ طب انا مش عارف ايه، وخليك دائما في حيره. ده عدم وعي. طيب اذا انا الناس دول المتسولين ما اعطهمش واروح انا اسال على اللي بيستعفف وعلشان اعطي له اعمل ايه؟ والله هو الافضل ان تعطي الصدقه لمن لم يطلبها، لمن رايت رقه حاله. انت بتشوف رقه حاله، غالبا من يطلبها بيبقى محترف هذه، لا مانع ان تعطيه. ولا يصح ابدا ان تنهريه. وإذا أعطيتيه حتى وإن لم يستحق هو هذه الصدقة فإن الصدقة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأن المسلمة إنما قصد بها وجه الله. يعني فرضا أنا صدقت على واحد وطلع مبسوط، بعد ما مشي بكم خطوة كده راح خالع الجلابية البتاع وركب على مرسيدس وجري قدامي، هل صدقتي مقبولة؟ لا، هي مقبولة عند الله تبارك وتعالى. اولا لحديث في صحيح مسلم، ولكن برضه طب اسمع حديث بقى بتاع صحيح مسلم ده هيريحك جدا وهيرد على الاسئله اللي هتقوليها كلها. هو ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذنبا، فقال لأتصدقن بصدقه. فلما ذهب بالصدقه وطاف بها وجد رجلا يقف على قارعه الطريق فاعطاه الصدقه. فقالت له الناس اتدري على من تصدقت؟ قال على من تصدقت؟ قالوا له لقد تصدقت على رجل غني لا يحتاج. فقال لأتصدقن بصدقة غيرها. فذهب في اليوم التالي وأخذ يطوف بالصدقة فوجد رجلا أيضا فأعطاه الصدقة. فقالت له الناس أتدري على من تصدقت؟ قال على من؟ قال لقد تصدقت على رجل سارق. فغضب في نفسه وقال لأتصدقن بصدقة غيرها. طبعا الرجل بيقول صدقة غيرها ليه؟ لظنه أن الله لم يقبلها منه. فهو شك في الأمر، طبعا يصدق بصدقة إيه؟ جديدة. فأخذ يطوف بالصدقة في اليوم الثالث فوجد امرأة تبكي فأعطاها الصدقة. فقالت له الناس أتدري على من تصدقت؟ قال على من؟ قال لقد تصدقت على امرأة زانية. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ذهبت بالصدقة فتصدقت
على رجل قيل أنه غني، وصدقت على رجل قيل أنه سارق، وتصدقت على امرأة قيل أنها زانية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تصدقت على الغني فلعله يتعلم منك فيتصدق. فأعطاك الله سبحانه وتعالى أجر الصدقة وأجر تعليمه. وتصدقت على رجل سارق فلعله كان يفعل ذلك لأجل المال فيستعف، فتأخذ بذلك أجر الصدقة وأجر أنه استعف وعطاه واستعصم أو امتنع عن السرقة. وتصدقت على امرأة زانية فلعلها كانت تصنع ذلك لأجل المال فتستعف وترجو لقاء ربها ووجه ربها باستعفافها، فأخذت أجر الصدقة وأجر استعفاف هذه المرأة. لقد قبلها الله منك جميعا. شوف الرجل بالصدقة قد تلت أجور، تلت أجور صدقات، وقد أيضا تلت أجور أنه جعل غني يتعلم كيف يتصدق وكيف يؤثر بالمال ويخرجه، تستعفف. ولكن كل هذا الكلام كان على يوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمسك على شرفها وعلى أخلاقها وتلقى الله. ولكن أنا لو عملت كده مع كل متسول فأنا بالعكس أنا بزيد من عددهم في الشارع، يعني اللي هيروحوا يجيبوا قرايبهم ويقعدوا في الشارع. اللي حضرتك بتقوله كلهم كان اللي بيستعفف، أيوة بس ما عادش حد بيستعفف. الكلام إنه لا يصح أن تنهري. أنا مش لازم أنهار يعني، ولكن ممكن أمتنع. يا عم امشي يا عم، مش عارف روح إيه، لأنك برضو في النهاية لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فممكن أنت من الظاهر تشوفه أنه بيتصنع العاهة أو أنه بيتصنع الفقر، وهو فعلا يحتاج. الحل الوحيد، أيوة الحل الوحيد، هو أن تنوي بأنك تتصدقي لوجه الله تبارك وتعالى. وذلك كان أحد أمهات المؤمنين عندما كان يتصدق كان يضع على الصدقة يعني مسكا وعطرا، فسئلت في ذلك قالت: لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. وزي ما لسه بقول لك الحديث بتاع أبو ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن رسول الله: كلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم فاستطعموني أطعمكم. إذا أنت عندما تطعمين اليتيم أو الفقير أو المسكين تنتوي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، إنما سلمت هذه الصدقة في يد من لا يغفل ولا ينام ولا تضيع عنده الحقوق. ونية المسلم هي الفيصل في قبول الصدقة أو لا. ليست العبرة بالأخذ، ليست العبرة بالأخذ، وإلا قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأنت نفسك لا تستطيع أن تفرقي بين المسكين وبين الفقير. لو سألتك عن هذا الفرق، وحتى هاتي عالم من العلماء اللي التصرفين وقوله كده، طب ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ مش هيعرف عنده الاثنين. بمعنى واحد، مع أن الله لا يذكر في القرآن شيئا عبثا عندما يقول إنما الصدقات للفقراء، وإنما هنا تفيد الحصر. ولكن مش الفقير هو اللي لا يجد قوت يومه، والمسكين هو الذي يملك قوت يوم إلا أن ما يملكه لا يكفيه. أنت حضرتك 80% كده من الشعب المصري هيبقى من المساكين. كلنا من المساكين. إنما هذا الفرق لابد في فقه الصدقة لابد وأن تؤلف فيه كتب ودراسات، وأن تعطى محاضرات لهؤلاء ليفرق بين الفقير وبين المسكين. طب الفرق بينهم هيفيد إيه؟ هو ده ياخد فلوس وده ياخد فلوس؟ أبدا. الفرق بينهم مثلا أن ده بياخد في وقت، أما الفقير فإنه ينتفع بالصدقة مدار العام، أما المسكين فإنه ينتفع بصدقات الكفارات وصدقة الفطر. لأن عبد الله بن عمر في هذه الأيام في صدقة الفطر فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعة من شعير تخرج قبل يوم العيد طعمة للمساكين، ما قالش الفقراء. واحنا غلطنا بقى، فقال فقير عادي، بس هي في هذه المرة للمسكين. مين هو المسكين؟ الرجل اللي بيكنس الشارع. مين المسكين؟ الغفير اللي قاعد على كرسي ده على باب العمارة، وده يقول له هات لي طماطم، وده يقول له هات لي شقيان طول النهار. مين هم دول؟ لأن لهم في الكفارات، في كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة واحد على وقع على زوجته في نهار رمضان وجامعها لها كفارة فيطعم 60، مش فقيرا، مسكينا. وخلي بالك كلمة الإطعام دايما مرتبطة بالمسكين. أما الفلوس المال مرتبط بالإيه؟ بالفقراء. طب ده انا لا، ده انا كده والحبوب والسوائم وما الى ذلك ترتبط دائما بالفقير، وهم في المرحله الثانيه. وهم في المرحله الثانيه بياخدوا غالبا من السنن المؤكده ومن الـ 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 ومن التطوع ومن النافله. اما الفقير فانه ياخذ من الفرض.
اللي هو طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. المهم وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة إنما للفقراء هو أول واحد في إيتاء الزكاة. وطبعا الزكاة دي على مدار العام لأن لها شروط، من ضمنها أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول وأن تكون في حوزة صاحبها. فإن لم يكن اليوم عندي زكاة فأنت غدا عندك زكاة، عند زوجك بعد غد، عند صاحب القناة بعد غد. المجتمع كله هيتصدق على بشكل متوالي ومتتالي، وبناء عليها هذه الصدقات المالية هتكون مع فقراء في كل يوم. أما الرجل المسكين ده بتاع مناسبات، واحد حلف على مراته قال لها أنت زي أمي وأختي، طب ده احنا كده لازم نضع يوم عليك فرط الزهار. احنا محتاجين توعية كبيرة جدا للمجتمع علشان نفرق ما بين المسكين والفقير. الصدقة وإمتى الصدقة نخرج لابد وأن توضع الصدقة، آداب الصدقة، آداب التصدق، سواء المعطي أو من يأخذ الصدقة أو من يأخذها أو كيفية الإعطاء، لابد للدعاء وللعلماء في أزهارنا الشريف أو في وزارة الأوقاف أن يجعلوها في مجلد واحد وفي كتاب واحد يربط ما بين هدي القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وآراء الفقهاء وعلم النفس وعلم التنمية البشرية وما ذلك. طيب أنا اتكلمنا كتير عن يعني كفالة اليتيم، ولكن نهاية عايزين نعرف الصدقات والزكاة تخرج للجمعيات والمؤسسات أفضل أم للأفراد أفضل؟ للاثنين. إذا عرف الأفراد وطلبوها وعلمت يعني حال هؤلاء وعرفت أنهم يحتاجون الصدقة، لك أن تتوجهي مباشرة إلى هذا الفرد إن كان يتيما أو كان مسكينا أو كان فقيرا أو مديونا أو ما إلى ذلك، وتعطيه الصدقة بنفسك. تمام. فإن لم يكن يعني أنت على بصيرة بهذا أو تخاف من أن تصل إلى غير مستحقيها ووثقت في جمعية ما أو في مؤسسة ما، فلك أن تتجهي إلى هذه المؤسسة وأن تعطيها الصدقة. طيب. في كل الأحوال فإن الله يتقبلها بقبول حسن. إذن أخذ من كلام حضرتك أن إحنا صنائع المعروف برنامج برعاية جمعية صلة. جمعية صلة تقوم على رعاية الأيتام وكفالة الأيتام ورعاية الفقراء والمساكين، بل وتمتد لنشاط الأكثر من ذلك إن شاء الله. فنسعى جاهدين لبناء المساجد وتعميرها وحفر الأبار في قارة أفريقيا. بندعو كل المشاهدين إن هم يتبرعوا لجمعية صلة، والأرقام موجودة أسفل الشاشة. كلمة أخيرة من حضرتك طبعا عن الزكاة وعن كفالة اليتيم بوجه عام. يعني أتمنى للأمة الإسلامية أن تهتم أكثر من هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه بالفقراء وبالمساكين وبالأيتام على وجه الخصوص، وأن يقرنوا بين الفرائض التي يقدمونها لله رب العالمين وبين صدقة التطوع. إخراج المال هو تنمية للمال، هو أيضا زكاة للنفس وتطهير للنفس، هو حماية ووقاية من الحقد ومن الكراهية ومن البغضاء التي يلقاها الناس من بعضها البعض، وأيضا هو تطهير للقلب من الأمراض التي تصيبه من آفاته كأمراض النفاق وما إلى ذلك، أو محبة الناس وتقديمها على محبة الله. الصدقة هي حماية وسياج وهي سند لكل مسلم يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تقربا دائما مستداما. نعم. في نهاية حلقتنا بشكر حضرتك فضيلة الدكتور عبد الوارث عثمان من علماء الأزهر الشريف، أسعدتنا بلقاء حضرتك النهاردة واستمتعنا يعني جدا بحديث حضرتك. أشكرك مرة أخرى. السادة المشاهدين إن شاء الله، وكل سنة وحضرتك طيب. اللهم اجعلنا ممن يزاحمون النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة، واجعلنا ممن يكفلون الأيتام. اللهم ارزقنا البركة في المال والولد. أشكركم مشاهدينا وإلى لقاء آخر.